time, real long حلقة جديدة اليوم من اوتوموبيل متعرف فيه على اجدد واخر السيارات، بتمشي فيه معي سيارة بغنى عن التعريف، سيارة كل العالم بيتمنوا يكون معه اياها، مش بس لانه سيارة صغيرة وعملية، لانه سيارة فعلا بتغير لك المود، لانه فيك تحطها وين ما كان، ونفس الوقت النيجاتيف الشغله فيها انه هي صار لها بعد تصير بلبنان، بس مش هذا المهم، حنحكي شوي عن هالسيارة ونعطيكم آرائنا. مثل العادة عنا فقرة سبيشل حنروح فيها على ايفنت مهم هو صار بكفر دبيان بالمزار لتقديم سيارة جديدة من على سوبارو هي الاكس بي. بحلقتنا اليوم عنا فقرة ديزاين حنتعرف فيها على سيارة من عند صانع البريطاني ميني، سيارة كونسبت كهربائية 100%. ومثل العادة بنوصل لفقرة كار ابديت اللي بنتعرف فيها على سيارات جديدة، حنتعرف على سيارتين، سيارة بريطانية وسيارة ألمانية، البورش كايان الجديد بالكامل وبنتلي كونتيننتال جي تي. وصلنا هلا على كار ان فوكس وحنتعرف على البيكانتو 2018، سيارة بغنى عن التعريف، يعني صراحة في مطارح في نقول انا ما فيني كثير فصل لكم عنها، يمكن بتعرفوها أكثر مني. بس مش هذا المهم، حنحكي عن التغييرات يلي صارت على الجيل الجديد من بيكانتو. اول شيء نحن معنا جي تي لاين يلي هو التوب اوف ذا لاين، مثل ما بنشوف شكلها رياضي اكثر، عندنا خطوط باللون الاحمر من الخلف ومن الجنب وحتى من الامام. ونفس الوقت عندنا الانتيريور هو مغير بالكامل، عندنا صار جوده والنوعيه عليت اكثر، ونفس الوقت الديزاين بعده محافظ على البريفيس جنريشن بس عليه تعديلات مهمه جدا وفجاه حلتها كثير للسياره. السياره هنختبرها بالمدينه طبعا لانه سياره مدينه، وحنحكي عن المحركات الموجوده فيها وشو اهم الفيتشرز وكيف فعلا شو بحسوا اللبنانيين لما يسوقوا هالسياره. هلا نروح على فقرة تزرف لنجرب بيكانتو الجديدة. وصلنا هلا على تجربة بيكانتو طراز جديد بالكامل، سيارة مثل ما ذكرت سيارة اسم بغنى عن التعريف، يعني وين ما بنسوق وين ما بنروح بلبنان بنشوف منها بالسيارة. سيارة ناجحة جدا خاصة من ناحية السعر وناحية الحجم، وسيارة براكتيكال بنفس الوقت بتتسع لخمسة أشخاص برياحة، مانا سيارة ضيقة صغيرة، ونفس الوقت هذا السيارة المدينة المثالية، ونفس الوقت سعرها كتير معقول ومنافس جدا، وخاصة هالسيارة الجديدة نحن عم نسوق توب اوف ذا لاين، يعني عندنا تغييرات و لمسات جديدة على هالسيارة. إذا بدنا نحكي من الداخل، داخل انتيريور جديد بالكامل، عندنا داشبورد جديد، عندنا صار سكرين بوسط الكونسول، عندنا ستيرنج، حتى عندنا بنتحكم بمفاتيح على المقود، نفس الوقت عندنا جلد المقود الجديد خاصة مع الترم يلي هو الجي تي لاين يلي هو أعلى ترم، بنفس الوقت عندنا محركات جديدة حنحكي عنهم هلا، بس خلينا نحكي شوي عن هالسيارة. هالسيارة مثل ما ذكرت صراحة سيارة عندها مبيع عالي جدا بالاسواق وخاصة الاسواق اللبنانية، يعني صراحة مين ما بنسأل على الطريق بيحكينا عن سيارة هو في يعطيكم الريفيو، ما خاصة بس هذه شغلتنا بالنهاية، نحن صحفية لازم نجرب هالسيارات لنعطيكم رأينا فعلا. هدول السيارات يعني فعلا ناجحين جدا لانه فينا نشوف نحن من الطلب والعالم قد ايه بيشتروها، خاصة من ناحية السعر، يعني هدول السيارات ماكسيموم بيوصل حقها يعني مع كل الزوايد ومع الرسوم الجمركية والتسجيل بيوصل حقها يمكن ماكسيموم ل 15000 دولار. بس هالسيارة نفس الوقت اللي بينجحها هو العملانية ونفس الوقت والبيلد كواليتي والضيان، يعني اليوم السيارة بتضاين كتير بتمشي كيلومترات عديدة خاصة لو سيارة صغيرة وسيارة للمدينة بامتياز، يعني هذا الشيء اللي بيساعدها. يعني في ناس بيصير في تناقض بيقولوا انه مثلا نشتري سيارة بيكانتو بيسألوا إذا بتطلع جبل ولا ما بتطلع جبل، هي سيارة حتطلع جبل بالنهاية، فيها من ناحية وزنها وناحية قوة محركها عندها القوة الكافية لتطلع جبل فيها، بس بالنهاية هدول سيارات مدينة بامتياز، يعني بدنا ناخذ هالشيء بعين الاعتبار إنه هالسيارة منا سيارة عندها قوة خارقة لنقدر نستفيد منها نطلع فيها، يعني مشان ما نكذب على بعض، يعني هالسيارة إذا بيكون كل 5 ركاب بقلبها واكيد طالعين على الطريق ما حتكون طالعه بنفس الاداء اللي حيكون شخص قاعد فيها لحاله وعم يسوقها بالمدينه، يعني بدنا نعتبر هالشيء نحطه بعين الاعتبار. السيارة فعلا ناجحة جدا من ناحية يعني حجمها كتير مهم، ونفس الوقت بتنصف وين ما كان، بالعجة السير بتساعدنا كتير، سيارة كتير لوس، كتير بنحسها فريندلي يوزر، يعني ما عندك شيء كتير معقد، ونفس الوقت البيلد كواليتي يلي تحسنت فعلا عن طراز السابق، يعني ستيرنج صار عندنا ديزاين جديد، فعلا هذا الشيء كتير مميز بهالبيكانتو يلي عطوها نكهة جديدة، خاصة مع الفرونت بامبر وري البامبر يلي عطوها شكل رياضي، وانا بنظري هذا شكل مهضوم جدا، وبشد زبونات جديده انه بيتحمسوا، يعني بقول لك انا بدفع شوي باخذ هالمواصفات لانه بدي احس حالي مميز، ولو انا مع سياره بيكانتو صغيره بس بدي اكون مميز. من ناحية العجلات عندنا عجلات جديدة على الستاندرد موديل ببلش من 14 انش للتوب اوف ذا لاين بيوصل ل 16 انش اي اختياري. ومن ناحية المحرك عندنا المحرك التقليدي صرنا بنعرفه على بيكانتو يلي هو من 3 اسوانات سعة 1 لتر 900 سي سي بولد 75 حصان. والمحرك الجديد يلي ضافته عليه لطراز بيكانتو هو 1 لتر توربو بولد 100 حصان. فعلا هدول السيارات كتير عملية بالمدينة، وانا صراحة دقت التجربة، كنت بسوق انا بسوق سيارة صغيرة بالمدينة لانه فعلا ما بدنا اكتر من هيك، خاصة اذا حياتك عايشة كلها ببيروت بالجمعة، فمنك مضطر تكون عندك سيارة كبيرة او حتى سيارة مانيول، كنت سوق سيارة مانيول لاقي حالي عم تعب حالي على الفاضي، اوتوماتيك سيارة صغيرة بتاخذنا وبتجيبنا وين ما كان، بنفس الوقت بتنصف وين ما كان وعملية، هدول السيارات كتير براكتيكال وخاصة مدينة مثل بيروت. على الفكر ديزاين بهالفكر عم نتعرف على سياره كهربائيه وهي من عند ميني كوبر. طبعا سيارات كهربائيه هن سيارات المستقبل، كل الصانعين سيارات فاتوا بهالكونسبت، بس حنشوف سياره جديده من عند ميني، هي ميني كوبر كهربائيه 100%. خلينا نشوف ونتعرف كيف هالسياره طلعت الفكره منها. السيارات الكهربائية هن سيارات المستقبل، وبي ام دبليو جروب قدم مؤخرا على طراز ميني سيارة كهربائية للمستقبل يلي حنشوفها قريبا جدا، وبي ام دبليو جروب توقعاتها لسنة 2025 انه يبيعوا 15 ل 25% من السيارات الكهربائية او الهايبريد. ميني الكهربائية الكونسبت فينا نقول انه سيارة بتشبه ميني القاعدة بس شكل عصري جدا ومستقبل بنفس الوقت، وفينا نشوف من ناحية اللون الاصفر يلي منتشر على السيارة بنقول انه سيارة كهربائية. من هلا على فكرة سبيشل حنروح على كفر دبيين تحديدا بالمزار لحفل اطلاق سيارة جديدة من عند سوبارو، هي سوبارو اكس في. هي سيارة كروس اوفر، بنفس الوقت كان لنا مقابلة مع مسؤولين سوبارو باليابان مع زميلنا ابراهيم. Mr. Yonoe, I know. Welcome to Lebanon first. Thank you very much. Thank you. I know that Subaru, it's one of the, let's say, the pioneer car company in the world. Yeah. You came out with so many new technology. Yes. Since 40 years, and it was the four-wheel drive. I mean, for the passenger car. Even I'm talking about the affordable car, not only the expensive, the big SUV. You make it for the small cars. Yeah. So, what was the last achievement for Subaru for the last 10 years? Yeah, actually, from the 1972, actually we have been producing our symmetrical all-wheel drive vehicles. And then, actually, our company's origin is the aircraft company. And then, actually, our main priority in order to develop the car is the, let's say, the most safe car. Yes. Right? And then, actually, we have been continuing to appeal our safety performance, especially provided by the symmetrical all-wheel drive. Actually, the last year, we could achieve over 1 million sales in 2017, yes. Very good. And now what we have like new for the, let's say for the next 5 years from Subaru. Yeah. I know that we are celebrating today the launch of the VX, which is really have a big reputation in Lebanon and the Middle East also. So what is, let's say, the innovation for the VX, for the new VX? Yeah, actually, the from the this Subaru new XV, actually we have adopted Subaru global platform. This is the new platform, right? And then actually, because of this Subaru global platform, we could further enhance the not only for the driving, for the such like the shore handling and ride comfort, those kind of things. And also, in addition to that, actually, that we could further enhance the safety performance, not only for the passive safety, but also the active safety, those kind of things. And then we will adapt this Subaru global platform from this new XV and further new models. I mean, actually, Subaru chose the Impreza to be the pioneer in the motorsport. Yes. And we have been very famous. We won so many times the World Championship, you know, WRC, like this. Do you have any plan now with the new cars that are coming up to have to come back again to the WRC? Yes. Actually, yeah. At this moment, very unfortunately, sorry to say, but we have no plan to re-enter the World Rally Championship at this moment. Thank you very much. Most welcome to Lebanon. Thank you very much. We hope to see you again here. Yeah, yeah. I presume you love the country. Yes, yes, very much. Okay, yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. وصلنا هلا على فقرة كار ابديت اللي هنتعرف فيها على سيارتين. السيارة الأولى هي بورش كايان الجديد بالكامل، طراز 2018. ونفس الوقت هنتعرف على سيارة بريطانية يلي فعلا تغيرت وكان طال انتظارها، هي البنتلي كونتيننتال جي تي. خلينا نبلش هلا بالبورش كايان طراز 2018 اللي السيارة جديدة بالكامل وهو الجيل الثالث. وما بدنا ننسى شغلة انه اليوم هالسيارة هي رفعت مبيع بورش ونفس الوقت خلتها يكون عندها لاين اب واسع اكثر غير ال 911 والبوكستر والكامل اللي كنا نعرفهم. مثل ما ذكرنا بورش كايان 2018 هو جديد بالكامل من ناحيه شكل الخارجي والداخلي، واهم التجهيزات المتدخل فيهم هو المحركات اللي عرفناهم بالسابق، هو من 6 اسطوانات سعه 3 لتر مع تيوربو قادر على توليد قوه 340 حصان و450 نيوتن متر من عزم الدوران، ومع القوه بينطلق من 0 ل 100 ب 5.9 ثواني وبيوصل سرعه قصوى ل 245 كيلومتر بالساعه. اما مع طراز اس بيحمل محرك من 6 اسطوانات سعه 2.9 لتر مع شاحنين تيوربو قادر على توليد قوه 440 حصان و550 نيوتن متر من عزم الدوران، وبينطلق من 0 ل 100 ب 4.9 ثواني وبيوصل سرعه قصوى ل 265 كيلومتر بالساعه مع علبه تروس اوتوماتيكيه من 8 نسب. وصلنا هلا على السيارة الثانية وهي من صانع البريطاني العريق والفخم بنتلي يلي قدم سيارة يلي طار ابتزارها هي الكونتيننتال جي تي. يلي فعلا قالوا بنتلي خلص صار وقت نغير هالسيارة وحتتقدم قريبا جدا بمعرض فرانكفورت الدولي. بعد طول انتظار كشفت اليوم بنتلي عن جيل جديد بالكامل من سيارتها كونتيننتال جي تي بعد تعديلات خارجية وداخلية عديدة عبر السنين، وبعدها محافظة على نفس الروح والشخصية يلي عرفتها بنتلي كونتيننتال جي تي مع الجيل السابق، وبضل المحرك التقليدي اللي هو W12 12 اسطوانه مع شاحنين تيوربو قادر على توليد قوه 635 حصان و900 نيوتن متر من عزم الدوران على 1350 ل 4500 دوره بالدقيقه مع البتروس اوتوماتيكيه من 8 نسب. مشاهدينا هيك حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها لليوم، وهيك بكون عرفناكم على بيكانتو الجديده وسيارات عديده مميزه. حلقتنا اذا حابين ترجعوا تحضروها فيكم ترجعوا تشوفوها على اليوتيوب، ما تنسوا تعملونا سبسكرايب، ومع بعضنا بيتجدد الاسبوع المقبل طبعا مع سيارات جديده. باي.